بونجور، موضوعنا لليوم عن eating disorders أو ما يعرف باضطرابات السلوك الغذائية. اضطرابات السلوك الغذائي يندرج تحته أنوركسيا، بوليميا، والبنج eating disorder اللي هو اضطراب الأكل القهري. رح نبلش بالأنوركسيا. أنوركسيا بيصيب 90% من الفتيات وبأعمار المراهقة. هو نوع من تحدي أو خوف غير مبرر، فوبيا من أنه تاكل كمية أكل كبيرة وتنصح أو يغير جسمه، وهيدا هالشي نابع من مصدر بسيكولوجي بحت، عبارة عن نظرتها لذاتها، نظرتها لجسمها، السلف استيم تبعولها، أوكي، وبتكون بكل الوقت عم تبرم على تحدي للأكل، تحدي للأكل بالوقت اللي غيرها بيشوف جسمها حلو، هي بتشوف على طول عندها نتوءات زايدة أو شي بطن أو بدها تشيل نوع من وزن زايد من جسمها على طول، بالوقت اللي هو جسمها وزنه نورمال وحتى تحت النورمال، وكمان بتصير تعمل حركات أو سلوكيات تتعوض إذا أكلت نص حبة ذرة أو ثلاث حبات زيتون، تصير تعمل سلوكيات تتعوض وتحرق الفات يلي فات على جسمها بتعتبر، لأنه عندها خوف من هيدا الأكل، خوف غير مبرر. عندنا البوليميا، أخذ كميات طعام كبيرة بوقت كتير قليل ومحاولة التخلص من الكالوريز يلي أخذتهم. وليش بنقول أخذتهم؟ لأنه بيصيب كمان 90% من الفتيات هيدا الاضطراب. بتاخد كميات كبيرة من الأكل بوقت كتير قليل، بتعبي 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 بتعبي، بعدين بتحس بالذنب، بتحس بالذنب، بس بدها تتخلص من هيدا الذنب. كيف؟ عبارة عن بتاخد يا لكساتيف مسهل المعدة، يا ديوريتيك أدوية لدر البول، يا بتصير تعمل رياضة، نوع رياضة معينة، أو بتلجأ للاستفراغ، تتخلص يعني من كمية الأكل يلي فاتت فجأة على جسمها وبقوة. أوكي، بقى تلجأ لهالشي تتخلص من كمية الأكل الزايدة، وبيصير وزنها بتراوح بين شوي أقل من النورمال شوي زايد عن النورمال. بالوقت اللي البنج إيتينج ديس أوردر هو يلي بنعرفه نحن أيامنا هلا ويلي بيخلطوا بينه وبين البوليميا العالم، هو عبارة عن تاخد كمية أكل وبياخد كمية أكل، لأنه بيصيب كمان الرجال والنساء بنفس الوقت غير عن الأنوركسيا والبوليميا، بياخد كمية أكل كبيرة وبيصير يزيد وزنه وبيصير يطلع وزنه، بينما هيدوليك اتنين سوا بيضلوا يا تحت النورمال يا قريب عن النورمال. أسبابهم بيولوجية، بيئية وبسيكولوجية. السبب البيولوجي والبيئة أيام نلجأ له بس بيكون عائق للعلاج، بينما السبب النفسي هو السبب الأساسي لهالأمراض، واللي هو نابع عن الاكتئاب بالنفس، صورة جسد مشوهة، وأهم شيء اضطراب بالعاطفة أو عدم قدرة على كوماجيري الإيموسيون عنا. مشان هيك بتجي الأمور بفشة خلق، يا بناكل كتير كتير يا بنقطع على الأكل يا بصير تحدى جسمنا على الأكل. المصدر إيموسيونال يعني عاطفة أكتر شيء. نتائج اضطرابات السلوك الغذائي: دوخة، وجع راس، انحلال عام، هر شعر، نشاف بالبشرة، انخفاض دقات القلب، انخفاض الضغط، انخفاض مستويات السكري اللي ممكن يؤدي لأنه كوما. هيدي النتائج البيولوجية إذا فينا نقول. كمان فينا نقول انقطاع بالدورة الشهرية. كمان في عوائب بسيكولوجية نفسية بحت، هي الجوع الزايد، بتصير ضل جيعانة، كرايز تعصيب، تكسير، ردات فعل غير مسيطر عليها من قبل الشخص، قلة نوم، وقلق كمان، انخفاض الرغبة الجنسية، التركيز بخف، الذاكرة بتخف، الثقة بالنفس بتخف، صورة الجسد عامة بيصير فيها خلل، بيصير عندها اكتئاب وحساسية مفرطة، ما فيكون تحكوا معها، بتصير تتضايق، نوبات غضب ما لها مبرر، والاستيم دو سوا نظرتها لحالها كمان بتقشط كتير،
كمان فينا نذكر انه كل هالامور ممكن ينشغل عليها بالعلاج السلوكي المعرفي يلي هو كتير اساسي لعلاج الاضطرابات السلوكيه، وايام نضطر كمان لادخال على المستشفى اذا كان ناقصها، خاصه بالانوركسيا اذا كان ناقصها معادن لجسمها. كمان بدي اذكر بالعلاج اللي كمان بنلجأ له اللي هو ثيرابي فاميليال، علاج العائله، بنعيط لاعضاء العائله كلهم بيقعدوا سوا وبيحكوا وبيتفاعلوا وبنشوف وين الخلل، لانه اجمالا الولد المريض وليد اسره مريضه، بنحاول نحل المشكله بالاسره نساعد الشخص يلي عنده اضطراب. اخر فكره للاهل، نصيحتي لهم بليز بس ينتبهوا على المراهق عندهم او المراهقه انه عندها اضطراب السلوك الغذائي، عم تخفف اكل، عم تحاول تشبه حدا، عم تضعف زياده عن اللزوم، عم تاكل ومن بعد ما تاكل كميه كبيره عم تختلي وحده بالتواليت وترجع تجي. بس ينتبهوا على خلل بسلوك اولادنا الغذائي، بليز يتوجهوا على اقرب عياده صحيه نفسيه تا يستشيروا حدا تا نقدر نساعد ببدايه الاضطراب احسن ما يتطور.